بقى من منتخبنا الى فريقنا الى النادي الاهلي، الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اعلن استخدام تكنولوجيا جديده في القياسات البدنيه للاعبي الفريق من بدايه المران الجماعي في الامارات، ويوجه الشكر لمجلس اداره النادي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي عضو المجلس والاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات للمساعده في سرعة التوصل لاتفاق لشراء وتشغيل هذه الأجهزة التكنولوجية الحديثة واستخدامها بشكل دائم مع كل اللاعبين عبر قمصان خفيفة يتم ارتدائها تحت تيشيرتات اللاعبين في التدريبات وايضا في المباريات. بص التيشيرت دي يعني ناس كتير كانوا ما بيفهموش، يعني عايز اقول لك ناس صحابي كتير بيسالوني ايه ده؟ خلينا نوضح ايه هي دي. يعني هي ليها استخدام بها اجهزه كده بتبقى زي قميص بيتلبس للاعب تحت التيشيرت اللي هي بتاعه الفريق المنتخب، يعني بيحتوي الجهاز ده على جهاز تتبع بيسجل كل القياسات للاعبين، طبعا القياسات البدنيه، عشان نقول بقى ان لو احنا بنطبق هنا احنا النادي الاهلي اكيد الاول في الشرق الاوسط وافريقيا اللي بيستخدم ده، طبعا على غرار انديه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وارسنال توتنهام ليفربول، طبعا المنتخب الانجليزي المنتخب البرازيلي، يعني اسماء كبيره جدا. طبعا الاجهزه دي كمان بتبرز مفروض التفاصيل اللي هي بتخص الاحمال، نبضات القلب، الاداء البدني لكل لاعب اثناء التدريبات، وهو اللي بيساعد طبعا في كمان تطوير الاداء البدني وتقليل حجم الاصابات بين اللاعبين. فهي تعتبر حاجه حديثة جدا، يمكن دخلت عندنا عن طريق النادي الأهلي بنتكلم، لكن طبعا هي موجودة في أوروبا في نوادي مختلفة، وأعتقد بتبقى مفيدة جدا إن أنت زي حاجة بتبقى مسبقة لأي إصابة، يعني بتقدر إن أنت تعرف الحالة. إحنا شفنا إصابات ملاعب كتيرة جدا وشفنا وفيات كمان في الملاعب كتيرة جدا، فالجهاز ده ممكن إن هو يقلل الإصابات والوفيات بنسبة كبيرة جدا، أنت بتبقى عارف اللاعب واصل لفين لا قدر الله قبل ما يحصل أي حاجة. وكان عادة النادي الأهلي سباق دايما في هذا السياق، يعني هنتكلم بقى كتير حقيقة يعني. طيب.